تجتمع به الأصالة والنخبة في هذه الأمسية العريقة. على بركة الله حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء يسير هذا الشوط معلنا عن تحدي بين هذه الشعارات وهذه السلالات في هذه اللحظات، وشوطنا الذي انطلق أمام حضراتكم الشوط 11 الخاص بهذه الانطلاقة والخاص بالأبكار، حيث تسير مشاهدينا الأعزاء في تنافس 5 كيلومترات في مهرجان ضو الذي انطلق بالأمس مشاهدينا الكرام ليدشن مرحلة من مراحل السباق المهمة في تاريخ هذه العملاقة ضو. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاقة الأولى في هذه اللحظات. هنا البداية الأولى والمركز الأول في مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الله، انطلقت حفلنا الكريم. البداية انتصار سيف بن علي بن دلوان الاكتبي، يتقدم وينتزع المركز الأول ويتصدر هذه المجموعة الأولى بنخبة من النخب، بينما المركز الثاني نشاهد شعار بن حليس، وهنا تتواجد فخر عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات الهودة محمد بن سعيد بن حليس الزرعي يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وهذه اللي وصلت في المركز الرابع الضبية لمبارك بن أحمد بن سويلم العامري يحتل المركز الرابع. النقلة التالية على المركز الخامس وصوغة تتواجد حميد بن راشد بن عصيان المنصوري ياخذ المركز الخامس، بينما المركز السادس في هذه اللحظات وصلت الان منه حمد بن سهيل العامري يحتل المركز السادس، بينما المركز السابع هذه اللي تدخلت الان لمحه في جمال بن فارس بن حطاب الظاهري في المركز السابع. المركز الثامن وصلت برقيه سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني يحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصلت الان الشايب سيف بن علي بن عامر الجاب بري، والمركز العاشر من الجانب الاخر هناك غزلان سيف بن مطر بن مطوع الاجتبي يحتل المركز العاشر. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز الاولى المتقدمه. هكذا نسير مشاهدينا الأعزاء، نسير بحضراتكم من خلال هذه اللحظات ونعود إلى المركز الأول، نعود إلى صدارة هذا الشوط. أعود إلى بداية الشوط مشاهدينا الكرام وأعود إلى المقدمة الأولى، لا زالت انتصار تقود الشوط. هناك انتصار مشاهدينا الكرام، سيف بن علي بن دلوان الاكتبي يتواجد مشاهدينا الكرام على مقدمة الشوط وقمة هذا الشوط. المركز الثاني نقل إلى المركز الثاني وثاني المراكز وصلت فخر عبد الله بن غدير الوهيبي يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك سلهودة ومحمد بن سعيد بن حليس الزرعي. أما المركز الرابع ما شاء الله وصلت الساعة انتقلت هنا مشاهدينا الأعزاء علي بن عبيد بن سعيد السبوسي واصل نحو المركز الرابع. المركز الخامس هناك شعار بن عميرة، هذه عواصف حميد بن مطر بن عميرة يتواجد على المركز الخامس في ملتقى هذا الشوط الخاص بالمحليات الأصايل، بينما مشاهدينا الكرام البقية هناك. والمركز السادس أرى شعار الفيلسوف قادم إلى المركز السادس. في هذه الأثناء وصلت العفريت مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي يحتل المركز السادس. المركز السابع هناك تواجد الإشعار بن مفتاح على المركز الرابع مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات، وخلال انطلاقته على المركز السادس في هذه اللحظة هناك أو المركز السابع، بينما المركز الثامن هناك مواجهة هناك تحدي وهناك سمر حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي يحتل المركز السابع. المركز الثامن هذه اللي وصلت، هي مشاهدين الأعزاء وصلت سلابة نايع بن مسعود بن نايع المنصوري
يحتل المركز السابع، لكن نعود إلى البداية ونعود إلى شعار بن دلوان، لا زال يدلو بدلوة نحو الصدارة نحو الناموس الأول. الله يا بن دلوان لا زال مسيطرا، لا زال متقدما، يقدم انتصار وهي المنتصرة حتى هذه الساعة، حتى هذه الدقيقة، حتى هذه الثواني، هي على المركز الأول. سيف بن علي بن دلوان اكتبي على الصدارة، لكن حذاري يا بن دلوان، حذاري يا بن دلوان على الوجود، حذاري على الهجوم المكثف. 1200 ووصلت فخر، وصلت فخر، هناك الوهيبي واصل، واصل الوهيبي مشاهدين الأعزاء، عبد الله بن غدير الوهيبي، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر تسلل اللحظة الأخيرة. وشعارك وين يا بن رايه سعيد بن حمد بن رايه المري؟ هنا تواجدت الشاهينية وسعيد بن حمد بن رايه المري إلى المركز الأول، لكن العفريت، العفريت تحت رأس ملايين من العفاريت، هذه مشاهدين الأعزاء العفريت مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي يتواجد على المركز الأول، غير إلى المركز الأول، دخلنا في الأجواء المشحونة، الأجواء القوية الممحونة، هنا الكيل والأخير، ولا زالت العفريت، لا زالت العفريت، وفخر تحاول، وسمر من الجانب الآخر. الله يا سمر في الفترة المسائية، في الفترة المسائية، عود إلى البداية وأرى المنصوري تسلل من خلال هذه اللحظات. الله يا صوغة حميد بن راشد بن عصيان المنصوري، بن عصيان المنصوري كان في الأرقام لكنه تأخر قليلا وعاد إلى المركز الأول، لكن أشوف التحدي. العفريت، العفريت وصلت، ولكن هناك فزعة، مطر بن مبارك الوهيبي، فزعة فزعة فزعة، مطر بن مبارك الوهيبي، مطر بن مبارك الوهيبي انتزع المركز الأول على حساب العفريت، على حساب العفريت، ها هي العفريت، الله يا الوهيبي، ولكن تحاول العفريت، فزعة فزعة، والعفريت اللحظات الأخيرة، العفريت فزعة فزعة، العفريت، العفريت رجل الأمتار الأخيرة في اللحظة الأخيرة، العفريت 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 العفريت، سلام لرماح، سلام لمبارك أو لمعة بن أحمد بن مطر الخيالي المركز الثاني. مشاهد الأعزاء هناك تواجدت فزعة، تواجد المركز الثاني مطر بن مبارك محمد الوهيبي المركز الثالث، يأتي حميد بن راشد بن عصيان المنصوري قدم صوغة احتل المركز الثالث في هذه اللحظة، كانت لحظات رائعة ولحظات حاسمة ولحظات مشاهدين الكرام في قمة التحدي، لكن العفريت في اللحظة الأخيرة تجاوزت، عادت، انتصرت على الجميع وهي من تقدمت. العفريت مبارك بن يمعة الخيالي بسبع دقائق 35 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للفيلسوف على هذا الفوز، وسلام لهالي رماح. مبارك بن يمعة بن مطر الخيالي المركز الثاني، كانت فزعة لمطر بن مبارك بن محمد الوهيبي، حققت المركز الثاني سبع دقائق 35 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز يا الوهيبي. لكن المركز الثالث من خلال وصول، وصلت من خلال مشاهدي الأعزاء صوغة حميد بن راشد بن عصيان المنصوري، سبع دقائق 36 ثانية وجزها وحيدا من الثانية، حيث حققت المركز الثالث في هذا اللقاء.